ممكن أعرف إيه ده؟ تبرعات؟ لا، أنا مش بسأل التبرعات الحقيقة، أنا بسأل على صور حضرتك اللي مالية كل الجرايد كل يوم. وفي إيه؟ من ساعة ما بقيت أدهم وأنت مالي الدنيا دوشة؟ اهدى شوية، مش خايف حد يدور وراك؟ وخاف ليه؟ ما يدور، وكله بالقانون. طب خف شوية ظهور في الجرايد، ملوش لزوم، فترة صعبة وعايزين نعديها، مش عايزين دوشة. وبعدين يا أخي أنا ما كنتش بعملك أدهم عشان تجيب لي مشاكل، لأ، عشان أحل بيك مشاكل. لا، ربنا ما يجيب مشاكل يا جان هانا. بعدين اللي أنا بعمله ده المفروض يطمنك، ما يخوفكيش. أنا كل ما أظهر في الجرايد على إني أدهم، كل ما الناس هتتأكد إن أنا أدهم زين العطار. ولو حد ظهر إنه أدهم محدش هيصدقه. عارفة ليه يا جان هانم؟ عشان الناس ليها في اللي قدامها. وبعدين آدم ده ما لو كان موجود وكان ظاهر من زمان. بس هسمع كلامك واختفي خالص من الجرايد. بس ما تبقاش جرايد وبيت. يعني ايه جرايد وبيت؟ مش فاهمة قصدك. يعني انا عايش في بيت محدش فيه معترف خالص اني آدم، ولا حتى الخدامين. عندهم حق. هو انت يعني آدم العطار؟ ما تفكها بقى يا عم. في ايه؟ هي دي اول خناقه يعني؟ يومين كده هتلاقيها بتريح اعصابها وتلاقيها راجعه لك من نفسها. رؤيا مش هترجع يا يحيى، رؤيا مش هترجع. مخبي عليها حاجه؟ انا ضربت رؤيا قدام امها واختها. رؤيا مفيش عندها اغلى من كرامتها، دي الحاجه الوحيده اللي طلبتها مني، إن أحافظ على كرامتها. وأنا وعدتها وما وفيتش بوعدي. بصراحة مفيش واحدة تستاهل إنها تتضرب، بس هي برضه أكيد خرجتك عن شعورك يعني. وأنا مفيش حاجة بتوجعنا ابن عمي أكتر من الكلام. تعرف اللي وجعني في كلامها ان هو تقريبا كان الحقيقه. انا بسبب الحياه دي عملتها قبل كده. رؤيا بتحبك يا عمار، وانت بتحبها. الحقها قبل ما تضيع منك. صعب يا ابن عم في الزمن ده تلاقي واحده تحبها وتحبك وتخلص لك اياها كمان. الحق مراتك يا عمار. ليش جينا هنا يا سلام؟ خايفة يكون حدا لامحني. لا تخافي، جبتك هنا لأن عساف علم ويش بيننا، أكيد رح يخبر أبوي. عمي لو علم رح يكسف عمري. لا تخافي، طالما هو حدد موعد العرس حتى لو خبر ما رح يسوي شيء. رح تتركني تزوج من عساف؟ لا، أنا ما ودي أتركك، لكن بخاف عليك. لو بتخاف علي انجدني، لو بتحبني انجدني. انا مهني قادره اتخيل روحي معه. بالله عليك يا سلام انجدني. وحدي الله وروقي حالك، انا ما راح اتركك، هذا وعد. ايش بتسوي؟ ما ادري ايش اسوي. ودي اسوي مخلويه مع نفسي، والحرح يجي من عند الله. ما في وقت يا سلام. بحب اروح احكي مع عمي ابو نصير. لا، بيقتلك وبيقتلني. انا بدي اسوي طريقه للهرب والله السطار. المهم ما حدا يشعر بشيء، وبالاخص عساف. حسسيه انك راضيه، والله بيجي بخير يا ربي. حاضر. اجدهي وجانا اول واحد ارجع من المولد بحمص. وزعهم عادة على عيال الصيادين. جاب لهم معايا حاجات كتير قوي، بس انت خش اعمل لنا واكل عشان الناس تتغدى. عينيا.
علي بقول لك ايه؟ ها؟ يلا نخش جوه؟ ما تخلينا قاعدين هنا. تعالى بس، انت مش هتساعدني في الوكل ولا ايه؟ ما انا كمان تعبانه. يو يا حياه. يلا يلا. استغفر الله العظيم. ايه فيه يا حسن؟ عايز ايه؟ في عربيه من مركز وصلت بره يا عمده. امك النتين مش هاخد الوقت كتير يا عمده. يا مرحب يا جناب الضابط، شوفوا يشرب ايه يا حسن. لا ملوش لزوم يا حضره العمده، انا جاي اقول لك انك متهمه بقتل وفيق المحمدي. وأول ما تضغطي على زر الكونفيرم ده يبقى أنت كده أكدت التحويل، وبيجيلك مسج بعد كده على ميلك بكل بيانات الحساب. كده هيبقى فيه فروقات كتير قوي. ما الخدمات دي ما تتقدمش ببلاش. الناس اللي بتقوم بالتحويلات دي يا رودي بتاخد عمولات كبيرة جدا، يعني تجار فلوس. ايه في عمولات بتوصل للدرجة دي؟ طبعا، ودي كمان ملفات العمليات الخاصة بالدرجة التالتة والتانية. لسه بقى الملفات الخاصة بالعمليات الدرجة الأولى. هي فين ملفات الدرجة الأولى؟ لا دي محدش بيشوفها ولا حتى أنا. دي موجودة بس على لابتوب باباك سيف بيه الحساسي. كان نفسي لما ادخل القصر تاني يكون زين موجود. الله يرحمه. هو يا عم ذكري؟ انت ما كنتش بتشوف بابا خالص ولا ايه؟ لا زين. بس بعد وفاة مرات عم ذكري الله يرحمها قرر يسيب التجارة خالص، مش كده برضو؟ مش بالظبط والله يا جان هانم. هي الحاجات كلها جت في وقت واحد. وفاة ام قاسم، قفل المصنع، خلانا نبعد شوية. بس زين ما قطعش اوقات كتير كان يعدي عليا في المحل. صحيح باباك الله يرحمه لما كان بيبقى داخل شغل جديد كان لازم يفوت ياخد رايه، ما انت الخبير برضه. ايام وراحت لحالها جهان هانم. خلونا دلوقتي نبارك للاولاد على نجاحهم في المصنع. ربنا يخليك يا عم ذكري، والله لولا حضرتك وشمس ما كانش زماني حتى سلمت طلبيه واحده. مش للدرجه دي يعني يا حازم، انت بس عشان طيب ربنا كرمك. عندك حق، انا دايما والله اقول له خلي بالك طيبة قلبك دي ممكن تخلي ناس تفهمك غلط. مش يمكن ده اللي خلاه نجح جهان هانم؟ يعني بس عشم الناس الكتير فيه ممكن يخليه يهدم كل اللي عمله في لحظه واحده. معلش ماما بس بتخاف عليا شويه. ربنا يخليكوا لبعض. سفره دايما يا جهان هانم. بالهنا والشفا يا عم ذكري، نورتوني. نورك يا جهان هانم. ده مش كلام يتقال في تحقيق يا حاجه زينب. لو عندك رد مقنع على الاتهام اللي موجهه ليك سياده النايب يا ريت اسمعه. انا رديت يا جناب المأمور، وردي عرفته البلد كلها، واكيد سيادتك عرفته. لكن مسعد المحمدي مش عايز يصدق، اعمل له ايه؟ بس ده محضر رسمي. تمام يا باشا، وانا اكراما لسعادتك يا جناب المأمور وللمحضر الرسمي انا جيت. اها وبعيدها تاني، مفيش حد عمل كده الا الواد المتلتم، وانت خابر من ساعه ما شفناه مفيش غير سرجه ونهب وحرايق وبلازرق. ايوه بس القتل ده جديد وما حصلش قبل كده في النجع. الحمد لله، وديك قلتها بنفسك اهو، ما حصلش قبل كده في طول زمن العطارين. لكن دلوقت من يوم ما طلع علينا الملعون ده واحنا مش شايفين غير الخراب. وايه دليلك على الكلام ده يا باشا؟ ما انا قلت لك رجاله الدوار بتوعي شافوه بيقتل وفيق المحمدي وعندهم استعداد يشهدوا بالكلام ده. ومش بس كده، رجالة وفيق المحمدي نفسهم شافوه هو بيقتله. طب داني حتى خليت رجالتي يرمح وراه
ما حصلهوش ابن الجنية، عفريت كده وفات خلاص. بس ده مش دليل مادي يا عمر. نصيحة مني، لو عايزة الموضوع ده يخلص اصطلحي مع سيادة النايب، والمتلتم لازم يظهر علشان أعرف أصدقك. أحملك يا رب، أحملك يا رب، أحملك وأشكر فضلك. عم حمزة، دي أمي، ست حرية جدين فضل الله. منكم أنا جايبها وجاي النهاردة عشان أطلب منك إيد رحمة. ليه من الغرب؟ أنسب مكان للبضاعة إنها هتخش من الجنوب. هو سيفي صعب على نفسه أوي كده ليه؟ سيفي يقدر يدخل بضاعة من الغرب، لكن الشركة ما عندهاش ثقة في سيف انه يقدر يجيب البضاعة من الجنوب ويوصلها. طبعا دي كانت لعبة زين العطار. بس ياريت سليم كان معانا، لو كان سليم موجود كانت مشاكل كتير اتحلت. بص يا مدام، المشكلة اللي بين سيف وسليم مش مشكلة سلاح تقيل وسلاح خفيف، المشكلة اساسا بين سيف والعطارين من زمان، ومش هتنتهي غير لما واحد فيهم يختفي من الصورة. ولحد ما حد فيهم يختفي من الصورة، الشركة يهمها ان البضاعة بتاعتها تتأمن. عشان كده انا طلبت منهم يدولك ضعف اللي كان سيف هيديهولك. ده مقابل ايه؟ مقابل انك تشارك في التأمين برجالتك. اهلا وسهلا يا سيف. اهلا يا هاني، اتفضل. اتفضل. أنا عارف سيادتك مش عاملة عزام، بس أنا قلت أجي وأعمل واجب بنفسي. البقاء لله يعني. كلك واجب يا سيف بيه، بس البكا على راس الميت، والعزاء أكيد هيتاخد بس لما يجي أوان. أنا مبسوط من سيادتك في اللي ناوية تعمليه، وده معناه إن الموضوع لسه في دماغك. ما ينساش تارو غير الجبان يا سيف بيه. والقاتل يقتل ولو بعد حين. سبحان الله، ده بقى اللي انا جاي عشانه. وانت دخلك ايه في طاري مع نوح؟ يعني ايه دخلي يا هانم؟ ده المثل بيقول انا وابن عمي على الغريب، وانت وحيد الله يرحمه كان اكتر من اخ. غريب. طب توحيد كان سكتك الوحيده لدخول السلاح، ولما مات، قصدي انقتل، مفيش قدامك غير نوح. وإن شاء الله لما نوح يموت مين هيدخلك البضاعة؟ حد جيب سيرة الموت دلوقتي يا مدام. سيب بيه، مفيش تنازل في دم نوح. وأنا أوعى ساعتك، لو الموت هو اللي هيبرد نارك أنا هطفيها خالص، بس تعالي حط إيدي في إيدك وهجيب لك حقك تالت ومتلت. سمعك؟ نوح بيدخل البضاعة من الغرب، احنا بقى هنسيبه وهندخل البضاعة من الجنوب. وهو هيسيبك تعمل كده؟ مش عايزين نسبة الأحداث. ومين بقى اللي هيدخل لك بضاعة من الجنوب؟ مش توحيد عنده ورثة برضه؟ آه،
بس دول لسه أطفال صغيرين يا سيف بيه. مش الزوجة ليه توم؟ أنا هو ده اللي جاي عشانه. نقرا الفاتحة بقى. يا اهلا وسهلا. اهلا اسليم بيه، نورت داري محمدي. اهلا بيك. اهلا اهلا. اتفضل اتفضل اسليم بيه. والله دول الشده اللي احنا فيها كنا استقبلناك احسن استقبال، لكن معلش سامحني. بيت الوصول بيبان من عتبته يا مصعب، واحنا مش غر. طبعا طبعا اسليم بيه، ده احنا اهل. والله يا مصعب ما انا عارف اقول لك ايه في الاول. ابارك لك على نيابه المجلس ولا اعزيك في وفيق؟ البقاء في حياتك اسليم بيه، مع اني يعني مستغرب مجيتك اللي هي على راسي. ليك حق تستغرب، واحد غيري ما يعملهاش ويجي لك لحد هنا. اول هام خدت مننا نيابه المجلس، وتاني هام سمعت تراتيش كلام انك بتتهم زينب بقتل وفيق. محدش ليه مصلحه غيرها، وسيادتك سيد العارفين. جرالك ايه يا مصعد بقى؟ انا راجل جاي لغايه عندك ومدد ايدي وبقول لك البقاء لله، وانت بتخلي طارق معايا؟ انا طارق مش معاك يا سليم بيه، انا طارق مع العمده زينب وعبد الحميد. انا عارفها كويس من زمان، واللي حصل ده ما يطلعش غير منها. العطارين كلهم واحد. فكر يا مسعد، انت لو فكرت كويس هتلاقي ان العطارين ما يعملوهاش، لان العطارين طول عمرهم دغري، سواء في الخير او في الشر. ربنا يجعلها آخر الأحزان. إزاي تسموا ويمشوا عزيز؟ لازم نعمل لهم إيه يعني يا حسن؟ تمنعهم تمنعهم إن شاء الله بالقوة. ما تظلموش يا حسن، عزيز عمل اللي عليه. لا ما عملش، ما عملش اللي عليه يا عم ياسين. عزيز تهون معاهم لحد ما خرجوا عن طوعه. لو كنت مسيطر عليهم أكتر من كده ما كانوش عملوا كده. أنت بتلوم عليا ليه يا حسن؟ أنا من أول يوم قلت لك أنا مش عايز أبقى كبير الدار، وان انا مش قد المكان ده، وانت اللي اصريت. وانا قلت لك ما عنديش حل تاني. لو كنت سبت كل واحد يعمل اللي هو عايزه كان زمانها خربت. ما انت عملت اللي انت عايزه يا حسن، وهي خربت فعلا لما سبتنا ومشيت. عندك حق يا ياسين، عندك حق. عشان كده انا هاجل جوازي دلوقتي من رحمه، لحد ما اجمع اخواتي تاني وارجع الدرب لموسى. لا انا مش معاك حسن، وسامحني بقى، انا مش هسيبك تظلم نفسك ولا تظلم رحمه معاك تاني. تاجيل الجواز مش هيقدم ولا هياخر حاجه يا حسن، لان احنا كده كده محتاجين رجاله وسلاح، برضه محتاجين نفرح يا اخي. انا كمان نفسي افرح، بس افرح وسط اخواتي اللي اتربيت وسطهم، اللي ماليش عزوه غيرهم، مش اللي اتقسموا نصين شويه هنا شوية في النجع. هنتجمع تاني يا حسن، إن شاء الله هنتجمع تاني. اتأخر قوي، تفتكر هياجي يا عبد الحميد؟ متلاقيش يا زينب، سليم جاي 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 عشان يطمن على النجع وعلى المخازن. اما بقى موضوع العزة ده فهو زي ما تقولي كده واخده حجه. طول عمره ديب حويط دماغ مع نفسه كده يا ابوي، ادينا قاعدين مستنيين طلته البهيه. فضيها سيره انت بس يا عمتي، وبعدين انت صغير على القصه اللي انت عاملاها دي. ايه ضرت انت يا واد ولا ايه؟ ملك ومالي؟ طول ما انت مقصره في الكلام ربنا بيسترها. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحب. وحشتني قوي يا عم. قسما بالله لو ما كنت وحشني لكنت كسرت الدنيا.
دماغك. بس مش وقته، لينا كلام بعدين. اتفضل يا عم. ازيك يا عبد الحميد؟ اهلا يا سليم، نورت النجع. منور باللي فيه. ازيك يا عم سليم؟ اهلا اهلا. ازيك يا عيشة؟ بخير. ازيك يا عمار؟ ازيك يا ست رؤية؟ ازيك يا وائل؟ اتفضل اقعد يا سليم. ويا ترى بقى ايه اللي فكرك بينا يا سليم؟ جاي اعمل الواجب واعزي مسعد المحمدي في عمه. الواجب اللي انت معرفتيش تعمليه يا زينب. ولا يكونش عشان خاطر ما بتحبيش تمشي في جنازة ال ايه؟ بتشك فيا يا سليم ولا ايه؟ والله يا زينب انا دايما بدعي ربنا انه يخيب ظني فيكي، بس للأسف ما بيخيبش. مش فارقة، يعني انت بقى عاوز تفهمنا ان سليم العطار يهز طوله ويجي عشان يقوم بالواجب وبس؟ امال واحنا مش اهل ولا ايه؟ ضحكتني. من متى؟ من ساعه ما وعينا على الدنيا، ده حتى الدم يشهد. ومين بقى اللي باع الدم يا سليم بيه؟ ما بلاش بلاش نقول مين اللي باع الدم يا عبد الحميد، ما انت عارف. وبعدين انا لو اتكلمت هتطلعوا محقوقين في حاجات كتير، اولها انكم حطيتوا ايديكم في ايدين سيف العزازي. لا افتكر كويس، احنا جينا لكم انتم الاول وقلت لنا سعيكم مشكور. ان كنت انت ولا الست جيهان الفخراني؟ انت كنت جاية في موت يا زينة. وانت وانت يا سليم بيه، انت جاي النهاردة هنا ليه؟ انا جاي قاصد خير يا عبد الحميد، جاي افتح صفحة جديدة. وبعدين انا ما جيتش غير لما كل واحد فيكم ده السم اللي في عسل سيف العزازي. الله اكبر، قول بقى يا سليم انت جاي ليه؟ انت جاي تشمت فينا يا حبيبي؟ بس يا زينب بس بس، حتى لو كنا خسرنا مع سيف العزازي فده مش معناه ابدا ان احنا هنرجع لحضنك تاني. بعدين خسارتنا مع سيف هنعرف نعوضها كويس قوي. وبعدين يعني ما تنساش يا ابن عمي انه نالك من سيف العزازي جانب. بقى دي اخرتها برضو، هنقف نعاير بعض عشان خسارتنا؟ ومن مين؟ من واحد كان في يوم من الايام من رجالتنا؟ انت السبب، كل الحكاوي اللي بتجرى دي انت اللي بدأتها يا سليم. خلاص يا ستي، اذا كنت انا اللي بديت كل الحكاوي اديني جاي اهو عشان انهيها. هنتفاهم مع بعض ونحط ايدينا في ايدين بعض، ولا كل واحد هياخد بعضه ويمشي في سكة؟ انا خلاص كل الكلام اللي عندي خلص، هسيب الكلام مع عبد الحميد اخوي، واللي هيقوله هو اللي هيمشي. ماشي، قول يا عبد الحميد يا عطار. شوف يا سليم حبيبي، انت في الاول تلم عيالك عيال زين، وبعد كده يمكن نعرف نقعد نتكلم مع بعض. ما يصحش الكلام ده يا عبد الحميد بيه، وانت بزيادك يا عمتي. خلص الكلام يا سليم، وها عبد الحميد جاب لك الفتيتة. وماله يا زينب؟ ماشي يا عبد الحميد، اديني انا اهو جيت لغايه عندكم اهو يا اولاد عمي، وانتوا اللي رفضتوا. ما تنسوش بقى لما القعده دي تتكرر تاني وانتوا واقعين، وساعتها هتمدوا ايديكوا ليا وانتوا بتغرقوا. لا قدر الله،
بنت يا رواية، خش لم حاجتك ويلا مع جوزك. أيوة يا عمي، بس بلا عمي بلا زفت، أنا مش ناقص لعب عيال. قضي الأمر. عمار قوم حب على راس مراتك وراضيها واتها. حاضر يا بابا. متشكرين على واجب الضيافة. أؤمر. فارس. أيوة يا عم. تعا معايا عايزك. حاضر. حاك عليا. ربنا يهدي سركم. رجعي بيت جوزك يا رقية. وانت خلي بالك منها. انتوا مالكوش غير بعض. هاي يما، ايه قولك؟ روحي يا رقية مع جوزك. وانت يا عمار اياك تزعلها مرة تانية ولا تمدي يدك عليها. انا بقول لك اه، بيت امها مفتوح لها لاخر العمر. طب يلا بينا عشان نوضب الشنط. يلا. قاعد بتعمل ايه جنبي يا عبد حميد؟ روح ورا ابنك. فارس عيل صغير وسليم هيلين دماغه وممكن ياخده معاه. قوم جيبه يا زينب. اهمدي بقى يا زينب، ابوس ايدك. يعني انا دلوقتي لو رحت ورا فارس وقلت له ما تروحش مع سليم وارجع، هيرجع؟ يا اخي ده يهدي. معاك حق، هو عيل واطي زي اللي جابوه. انا عارفاه يا اختي. قطع لسان يا اخويا والنبي. مقصودكش. معلش يا عبده، معلش. صباح الخير يا ياسمين. هنا هو انا مش بقول لك يا ايمن، بس انا يا سيدي ما بحبش الالقاب. بلاش بقى هانم والكلام ده. عشان انت هانم فعلا، بغض النظر عن اسم العيله والقصر حسب والنسب. احنا كنا محتاجين نبتدي ننفذ القرارات اللي خدناها. ممكن اعزمك على الغدا؟ ممكن نحدد الميزانيه. شوف الميعاد والمكان اللي يناسبك ونتكلم في الموضوع اللي انت حابه تتكلمي فيه واحنا بنتغدى. ممكن تهدي بقى؟ انت ليه مصر تقنعني يا حازم ان انا زعلانه وانك لازم تصالحني؟ على فكره الموضوع بعيد خالص عن جو الزعل والصلح وشغل العيال ده. شغل عيال؟ انا اسفه يا حازم، بس انت اللي اصرت ان احكي لك عن احساسي من موقف جهان هنا. طب ما انا عشان ما تبقيش زعلانه بحاول افهمك ان انا ما كانش قصدها اللي انت فهمتيه. لا بس انت لازم تفهم اني عمري ما هسمح لنفسي ولا هسمح لك ان اكون علاقه المرحله اللي لما تقعد مع اصحابك تقعد تفتكرني وتقول الله كانت بنت جميله وجدع، ولا انا لما افتكرك ابص على صورك واقول يا ريتني كنت معاك. شمس انت مقفره الموضوع ليه؟ عشان انا زي اي بنت لما تحط في الموقف ده يا حازم. في بنت عادي بتعدي وتقول انا هبتدي اصلح الموضوع، وفي بنت بتواجه، وانا بقى البنت اللي بتواجه يا حازم. طيب ممكن تعتبري اللي حصل ده ما حصلش خالص؟ اللي هو ازاي؟ شمس يعني انا مش عايزه ابقى بزعلك او بضايقك يعني، بس انت شايفه ان الموضوع كبير قوي كده؟ والله الموضوع صغير. عشان انت شايف ان انا سبب المشكله يا حازم، بس انا مش سبب المشكله. ده رد فعل على فكره مش اكتر. طيب ممكن تساعديني احلها من الطرف الثاني؟ حاضر. ممكن بقى وانت بتساعديني تبقي بتتغدي معايا؟ ماشي ماشي. ممكن بقى تفردي وشك؟ حاضر. امال ايه بس قصيره وبتاكلي اكلي كله؟ حاجه يعني رهيبه. ماشي ماشي. ايه مشهش في ركبك؟ عسف. يعني جاي اقول لك اني ما بريدك تنضغط مني. انا اخوك الصغير، جاي ابارك لك على عرسك. مبارك عرسك يا اخوي، مبارك. انا غلطان، لكن ودي تفهم اني ماني عشقان مغرومه ولا شيء من هذا الخراف. هذه قصه قديمه وراحت الحاله.
صدق يا اخوي، صدق الصدق. انا بس اتعصبت لما قلت لي اني بحبها وهذا كلام منه صحيح. خير خير، سلام لك وإلها وإلنا كمان. ربي يجيب الخير. تعال حكت احدى نضيف يا عريس. يلا ابو رجال. انا مش فاهمه احتياطات امنيه ايه اللي تمنعنا سوق عربيه يا سيف. لا مش مقتنعه بالكلام ده، ولو كنت فاكر اني مش عارفه كويس او انك بتراقب تحركاتي تبقى غلطان. وعموما ما عنديش حاجه اخبيها ولا خاف منها. لا مش فاهماك، ولسه كلامنا ما خلصش يا سيف. سلام. هو بغض النظر يعني ان انا شغال مع سيف بي، بس فعلا هو اللي طلب مني ان انا اكون معاكي. وعلى فكره انا مش سواق. ما انا عارفه انك مش سواق، انت مخبر. مخبر اللي حضرتك شايفاه. اهم حاجه ما تتضايقيش من وجودي، بس خليك على راحتك يعني، كأن العربيه ماشيه لوحدها. وانا اخاف من وجودك ليه؟ على فكره ما عنديش حاجه اخاف منها او اخبيها، انت بس صعبان عليا علشان مش هتلاقي حاجه تقولها له. يا امير، اسمي امير بصراحه كده. بقى انا اللي طلب عندك ومش عايزك تقوله له. طلب ايه؟ خطيبتي لسه مخلصه شغل يعني، لو ينفع ناخدها في سكتنا ده لو ما يضايقش حضرتك يعني. خطيبتك؟ ماشي موافقه، بس كده يبقى ليه عندك واحده. ماشي حلوة؟ أحلى بنت في الدنيا. ماشي يا سيدي، بس يا ريت ما تأخرنيش علشان عندي حاجات مهمة كتير. لا لا ولا تأخير ولا حاجة يعني، احنا تقريبا وصلنا يعني. هلاقيه واقف هناك كده. العربية الحلوة دي سرقها دي ولا ايه؟ ها؟ سرقها ها؟ كانت شلتها ليلى يا بابا. بصي وراك يا حنة. سوري والله العظيم ما شفتك. ليلى حنة، الدكتورة حنة خطيبتي. اسمك حلو قوي يا حنة. شكرا. هي خطيبتي. يا عسل. ما قلتليش بقى، ايه رأيك في الموزة؟ اصلها دي مطبوخه في ورق زيتون ومعموله ببهارات جبلي. يدوم العزه طارق بيه. اصل الاكل ده بقى لازم يبقى حلو طول الوقت، ولازم يطبخ حلو جدا. لا واضح ان حضرتك صاحب مزاج عالي قوي. تقدر تقول كده. بس عموما تسلم ايد اللي طبخت. هي الحقيقه الشهاده دي هتبقى مناصفه بين مراتي وبين شهد. قول لي يا يوسف، انت سبت الداخليه ليه؟ والله يا طارق بيه انا كنت بحب شغلي كظابط شرطه جدا، بس يعني ما لقيتش طموحاتي في الداخليه، فقررت اشتغل في البيزنس. مجموعه شركات سياحيه، ودلوقتي بعمل الشركه بتاعتي الخاصه. مجموعه سيف العزازي؟ اه هي. وشغال في السياحه بس؟ والله سيف بيه عنده مجموعه شركات كتير، يعني لقيت اقرب حاجه ليا هي السياحه. غريبه، مع ان السلاح بيكسب اكتر وفي وقت اقل. ولا يا يوسف؟